الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعه في وزاره الزراعه، اهلا بيك. اهلا وسهلا بسعادتك. وخليني ابدا بحضرتك. تحت امرك. انتوا راصدين تعديات على الاراضي الزراعيه قد ايه؟ والله يعني الرقم مخيف، لان احنا من 25 يناير 2011 لفتره بسيطه ماضيه تخطينا ال 2 مليون حاله تعدي. 2 مليون؟ اه طبعا رقم كبير جدا. طبعا فيه اللي هي التوجيهات برضو بالإزالة والحاجات ديت، يعني دولت محصلتهم حوالي 91 ألف فدان أراضي زراعية من أجود الأراضي، أراضي طينية ممتازة. طبعا في الفترة الماضية ديت تم إزالة حوالي 650 ألف حالة. 650 ألف حالة؟ يعني إيه الفترة الماضية؟ في خلال قد إيه؟ يعني في خلال اللي هم الثمان سنوات أو تسع سنوات، حديدا هنقول سبع سنوات. تمام. من قبل الانفلات و13 و14 لغايه بدايه 14، والامور الحمد لله بدانا النزيل ازاله يعني طيب سريعة. التعدي على الاراضي الزراعيه هو واحد قرر يبني على الارض الزراعيه مش كده؟ اه ده بخلاف اللي راح اخد ارضه وقال لك دي بتاعتي. اه اراضي كده اللي هو الاراضي املاك دوله او خلافه، اللي هي زي ما بيقولوا يعني وضع يد بقى وحاجات كده، وضع يد الملكيه العامه للدوله. اه طبعا حضرتك يعني احنا بنقول البناء على الاراضي الزراعيه نفسه هو قبل ما يعني اولا بيضر الدوله المصريه، هو كمان بيضر نفسه في على المدى الطويل، لانه بيروح بيعمل بناء عشوائي يفتقر الى كل الخدمات الخاصه بالدوله، سواء من ميه شرب او صرف او مدارس او خلافه. فهو ولكن رئاسه الوزراء اطلقت حملات مختلفه وبدات تقنن البعض، والبعض الاخر اللي لم يلتزم او غير ملتزم تماما دخلتوا عليه بقى اللي هو بدات. احنا طبعا بنحترم القوانين التي تسنها الدوله، زي قانون التصالح اللي أصدر في نهاية ديسمبر 2020 واستكمل بتعديلاته بالقانون 1/2021 الخاص، وضعنا خط كده زي ما بيقولوا أو شرطة كده على 22/7/2017 التصوير الجوي 22/7/2017. ما بعد ذلك هيتخذ ضده إجراءات صارمة، وبرضه لا تصالح الا على الاماكن المزدحمه بالسكان، زي ما بيقولوا بقى تتمتع بكل مرافق اللي هي السكن. طيب. يعني مأهوله بالسكان، تحط فيها بنيه شبه تحتيه اللي هي قبل 22/7/2017.